السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة تعلم التصوير الفوتوغرافي. وهذه السلسلة هذه غنركز فيها على مجموعة من القواعد الأساسية باش نلتقطوا واحد الصورة مزيانة وبجودة عالية. وقبل ما نبدأ خصنا نشير واحد النقطة مهمة، هو أن ماشي زعما إذا تعلمتي قواعد التصوير صافي كتكون رجعتي مصور محترف، وإنما خصك تقوم بالبراتيك بزاف، يعني بالممارسة الفعلية. وهذه الممارسة هذه هي اللي كتعطيك واحد الخبره باش كتمكنك من الابداع ومن الحصول على افضل النتائج. ولكن في نفس الوقت خصك تتعلم هاد القواعد هادو لانهم كيتحتاجوا بجميع انواع التصوير. اي واحد خصو يبدا في مجال التصوير الفوتوغرافي فهو محتاج الى كاميرا، ولكن ما كيكونش عارف شنو هي الكاميرا المناسبه له. وحنا في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا نحلوا هذا المشكل هذا. وبلا ما نزيدوا نطولوا في المقدمات، يلا بينا للمعقول. اول حاجه خصك تعرفها هو انها ما كاينش شي كاميرا متكامله 100%، وانما كل كاميرا عندها مزايا وعندها العيوب ديالها. هذا الامر هذا هو اللي كيخلي اي مبتدئ متلوف في السوق وما كيعرفش شنو يختار، وكيبقى يطرح السؤال المشهور شنو نشري، واش كانون او لا نيكون. وباش نجاوبوا على هذا السؤال هذا خصنا نهضروا على بزاف ديال النقاط. ومن بين هذه النقاط هادو هو ان السوق ديال الكاميرات ما فيهش غير كانون ولا نيكون، ففيه مجموعه من الماركات الاخرى بحال سوني وفوجي فيلم اللي كيقدموا كاميرات ممتازين. وحاجه اخرى هو ان الصوره ملي كنلتقطوها كنقوموا بالايديت او المونتاج ديالها على برامج التعديل بحال فوتوشوب او لايت روم او سناب سيت الى غير ذلك. يعني ان النتيجه النهائيه الصوره حنا اللي كنتحكموا فيها، اما الكاميرا فكتلعب واحد الدور مساعد فقط. كنت عملت شي شروحات على برامج التعديل بحال لايت روم وسناب سيت، فغنخلي لكم الروابط ديالهم هنايا اولا في صندوق الوصف. وجميع الاحوال خصك تجاوب على اهم سؤال في هذا الفيديو هذا، هو شنو غتعمل انت في هذه الكاميرا هذه، فاش غتحتاجها؟ واش تصوير المنتجات او لا تصوير البورتري او لا تصوير الطبيعه او لا تصوير الاكشن؟ يعني اش غتعمل بها؟ هاد السؤال هذا هو اللي غادي يسهل عليك طريقه اختيار الكاميرا. واذا كان الهدف ديالك هو تصور صور للانستغرام فقط، فكاميرا الموبايل كافيه جدا، لانها تحسنت في السنين الاخيره بشكل كبير، وبنفس الوقت فهي كتبقى كومباتيبل مع برامج التواصل الاجتماعي. واذا كان الهدف ديالك هو انك تقوم بواحد النوع التصوير غير احترافي بحال مثلا توثيق الاصفر او لا تصوير الاطفال، ولكن في نفس الوقت خصك تحصل على واحد الجوده محترمه، فكيمكن لك في هذه الحاله هذه تشري ديك الكاميرا كومباكت اللي كتجي صغيره والعدسه ديالها ما كتزولش، ولكن في نفس الوقت يكون الاستعمال ديالها سهل جدا. وهاد لي كاميرا كومباكت فكاين فيهم بزاف الانواع، كاين اللي كيكونوا رخاص جوده الصور ديالهم تقريبا بحال الجوده الصور اللي كيخرجوا من كاميرا الموبايل، وكاين اللي كيكونوا غاليين شويه ولكن فيهم بزاف الاعدادات. وكاين واحد النوع ديال الكاميرات اللي كيجي ما بين الكاميرات الصغار كومباكت والكاميرات اللي كبار بروفيسيونيل، فهما كيسميوهم كاميرا سيمي بروفيسيونيل اي نصف احترافيه. وهاد الكاميرات هادو كيجيو بحالهم بحال الكاميرات الاحترافيه، غير الفرق اللي كاين هو ان العدسه ديالهم ما كتحيدش. واذا كان الهدف ديالك هو التصوير الاحترافي سواء كان داخل استوديو او لا خارجه، فخصك تشوف لي كاميرا اللي يكون الحساس ديالهم كبير شويه. فهاد الكاميرات هادو يمكن يكونوا دي اس ال ار او لا ميرورليس، يعني لي كاميرا بروفيسيونيل. وهاد الكاميرات هادو كيتميزوا انهم يمكن لك تبدل لهم العدسه. والفرق اللي كاين ما بين الكاميرا دي اس ال ار والميرورليس هو ان دي اس ال ار فيها ديك المرآه يعني بحال الكاميرات القديمه، اما الميرورليس فكملي كتجي الكترونيك. وملي كتعرف راسك شنو غتعمل بهاد الكاميرا هادي، دابا كتجي المرحله ديال البحث عن الكاميرا المناسبه لك في الاسواق، سواء كانوا الاسواق عاديين او لا عبر الانترنت، ولكن مع احترام بعض المعايير. اول حاجه اللي خصك تاخذ في عين الاعتبار هي الميزانيه اللي عندك، وطبعا خصك ترد البال من واحد المساله جد مهمه في هذه النقطه هذه، هو كاين بزاف لي كاميرا اللي يكونوا ارخص
ولكن لي زاكسسوار ديالهم غاليين. واذا كنتو عاولين تشريو كاميرا دي اس ال ار اولا ميرورليس من الافضل تشوفوا الاصدقاء ديالكم شنو عندهم. واذا كان مثلا عندهم كاميرات كانون شريو حتى نتوما الكانون، علاش؟ باش من بعد تبدلوا العدسات ولي زاكسسوار مع بعضكم. وهذا الامر هذا كيساعد بزاف لا كرياتيفيتي، لانك تقيس بزاف ديال العدسات بلا ما تقوم بالشراء ديالهم. خصك تشوف الكاميرا اللي العدسات ولي زاكسسوار ديالها موجودين في الدوله ديالك، لان واذا مشيتي وشريتي واحد الكاميرا وما جبرتيش لي زاكسسوار ديالها فهذه مشكله غتعيق العمل ديالك. واذا كنتي غتشري شي كاميرا جديده خصك تشوف شي محل اللي السمعه ديالو طيبه وعندو لي سيرفيس ابري فونت مزيانين، وفي نفس الوقت خصو يقدم لك واحد الضمان سنه او سنتين. علاش؟ لان الكاميرا هي واحد الحاجه اللي غاليه شويه واللي ما كتشراش دائما، واذا افترضنا وقدر الله وقعت لي شي حاجه في هذه المده هذه فنظام الضمان كيكون مفيد جدا. طبعا واذا اخترتي جوج او ثلاثه ديال الكاميرا وبقيتي حائر بيناتهم وما عرفتيش شنو تشري، فانا غادي نخلي لكم واحد الموقع في صندوق الوصف اللي من خلاله يمكن لكم تعملوا المقارنه ما بين الكاميرات، وهذا الشيء هذا غادي يساعدكم بشكل كبير في اختيار الكاميرا المناسبه لك. الافضل ملي تكونوا ماشي تشري واحد الكاميرا يمشي معكم شي واحد اللي كيفهم في هذا المجال هذا، واذا ما تيسرش الامر يمكن لكم تدخلوا اليوتيوب وتشوفوا لي ريفيوز ديال الكاميرا اللي موجودين عندكم في السوق، وكذلك يمكن لكم تستشروا مع الناس في الفيسبوك في لي جروب ديال الفوتوغرافي. وانا غادي نقول لك حاجه واحده، هو انك اذا ما كنتيش غتدخل لهذا المجال ديال الفوتوغرافي عن جد فمن الافضل تستعمل غير الكاميرا ديال الموبايل وصافي، بلا ما تشري واحد الكاميرا بثمن عالي شويه وتستعملها واحد الشهر او لا شهرين من بعد تبقى عندك نزله في الدار. اما اذا كنتي ناوي تدخل في هذا المجال هذا فما كننصحكش تدخل ديريكت الكاميرات الغاليين، فبدا اول حاجه بالكاميرات الموبايل ومن بعد بدا تطلع درجه بدرجه. كان هذا كلشي في هذا الفيديو اللي حاولت نختصر فيه النصائح باش نختاروا واحد الكاميرا المناسبه لك، وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نهضروا على مجموعه من المصطلحات المتداولة في عالم الفوتوغرافي. وباش نبقاو على التواصل تابعونا في الانستغرام، غنخلي لكم في صندوق الوصف، وما تنساوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو ان شاء الله في القريب العاجل. السلام عليكم.